ريح الاهلي ياخد الدوري والله اسوه بالمواسم اللي فاتت اللي اتلغت ولم يعلن لها بطل للدوري. فاعتقد ان الموسم ده لو اتلغى اسوه بكل المواسم اللي اتلغى فيها الدوري سواء 11 او 12 او 13 اللي اتلغى فيهم المواسم دي كلها ما كانش فيها اعلان لبطل للدوري يعني. لكن انا سامع ناس بتقول لك احنا قعدنا واتفقنا ان احنا نهدي الدرع للنادي الاهلي، لكن في لائحه انت بديت عليها الموسم، اللائحه لازم تطبق يعني. عايز لكن اقول اللي هو اللائحه اللي احنا قاعدين فيها دي قاعده عرب ديت ندي الدوري للاهلي، لا اللائحه في لائحه بدات عليها لازم تنهي عليها تمام. او اسوه بالمواسم اللي فاتت يبقى خلاص. طيب